فلو جديد ويوم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. توني صح من النوم، اخذت لي شاور على السرير كذا وبسرعه ندخل على اخوي ذنيان. هذا احد الاشخاص منشني على طبخه شفتها في الانستغرام وراح نطبقها اليوم ان شاء الله. اقول لكم انا ايش نظامي في الطبخ. اشوف طبخه شخص سواها، دام انه هو سواها الكل يقدر يسويها، وهذه باذن الله الكل راح يسويها ويبدع فيها ان شاء الله. طيب في البدايه نحتاج هذا الشيء الجميل اللي ثنيان توهق ما يعرف اسمه، ونحتاج خرزير، وبعدها راح نجيب قطعتين توست وافتح الفرن حطها 350. بعد ايش تسوي؟ قطع طماط كذا صغار وبصل كذا صغار شويه كذا متر. نجيب الطماطم نقطعها صغار بعد. حلو، بعد ما قطعنا البصل والطماطم ايش راح نسوي؟ راح نجيب بيضتين، ناخذ بيضتين نحطهم بالصحن، حط شويه ملح شويه فلفل اسود، ونجيب شوكه واخلط. نجيب الكاميرا هنا، بعد ايش نسوي؟ نجيب ملعقة، حاول خلي كذا في مساحة في الوسط. حلو، بعدها نبدأ بالثانية، نفس الحكاية. بعدين نجيب البيض اللي سويناه، نقول بسم الله، طهينا شوية، سلام، طيب الجهة الثانية، الله الله الله، كذا حلوين. بعدين ناخذ شوية من البصل اللي قطعناه، نحطه فوقه، نحط هنا بعد بصل، بعدين ناخذ الطماطم، نفس الحكاية نحطه فوقه، نحط هنا بعد شوية. تعرفون كيف؟ حنجيب جزر، هو بالفيديو ما كان في جزر، لكن احنا مو لازم نمشي على الشيء بالضبط. بعدها نجيب لحم تركي خلاص مسخناه. ولا اقول جد والله يا جماعه ليه ما نحط شويه تركي؟ خلينا نحط تركي، مين يقول لنا لا؟ يا الله يا ثنيان شويه بس كذا ما يضر شويه. يا سلام على طبختنا. بعدين نجيب الويب كريم بعد هنا خلاص لا تهوش معك. بعد ما انتهينا نقول بسم الله، حطيناه 350 نحطه بالفرن، نشوفه بعد 5 دقائق نشوف كيف يكون الوضع. نقول بسم الله نحطه بالفرن لمده 5 دقائق. رجعنا بعد 5 دقائق وباقي ما استوى، نعطيه 5 دقائق ثانيه، وبعد 5 دقائق نشوف طبختنا. والله يا جماعه ان لما الحين ما استوت، فالحل ان نحطه فوق لمده دقيقتين ونرجع بعد دقيقتين. شوف بعد دقيقتين يا سلام والله ما استوى، نعطيه دقيقتين ثانيه. فانا قاعد اجرب الحين واقول لكم يعني في المجموع انتم حطوا 15 دقيقه. نقول بسم الله. هلا بالعيال. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا يكون فطورنا جاهز، كذا يكون الشكل النهائي. سوينا خلطه الافوكادو والمعتاد. طبعا زي ما تعرفون يا جماعه بفلوق امس رحنا حجزنا موعد للحلاق عشان نروح نحلق، لكن كلمتهم والغيت الموعد هذا، بروح حلاق ثاني. بس بقول لكم لما دخلت الحلاق كلمتني بدون نفس، يعني ايش تبغى يعني جاي هنا ايش تبغى يعني تحلق؟ لا والله جاي اشتري كتب. ما ادري هي يعني هل هي عنصريه مثلا، شافت والله هذا بشرته سمراء وشكله كذا هندي وما ادري ايش، ما نبغى نحلق يعني احنا كذا نكلمه بدون نفس. انا استغرب من الاشخاص اللي يشتغلون محلات مثلا ويقابلون اشخاص ويتكلمون كذا بدون نفس، لهم خلق وبكيفي انت قاعد تشتغل في محل وتقابل زباين، يعني المفروض تكون كويس معاهم عشان تكسب الزبون، اما انك تكلمه كذا بدون نفس وزي كذا خسرت الزبون خلاص. فان شاء الله اول ما نخلص فطور بنروح حلاق ثاني، ميتين على حلاقهم احنا يعني. ولا عشانهم جنب بيتنا بس شافوا نفسهم علينا، ما بيجي كل يوم هذا ما يليق منه بيجي كل يوم. لا ما هو دلع ولا شيء يعني، بس لكن لازم تحترم الشخص. تخيل مثلا انت تيجي عندي تقول لي والله ثنيان فلوقاتك، اقول لك ايش تبغى يعني جاي تشوف فلوقاتي يعني؟ يلا يا سيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد باخلاقه يكسب الجميع، وانا دائما اقول والله يا جماعه في النهايه فوز الاخلاق. ان شاء الله ما تلاحظون خلطنا كل شيء. لا اله الا الله. نجرب البيض الجديد. صدقوني يا جماعه جربوا والله شيء جديد، شيء جديد، شيء بطل اقصى. احلى شعور لما تطبخ كذا طبخات جديده وتعجبك. المهم يا جماعه بعترف لكم الموضوع، انا اول الحمد لله كان شعري طويل وناعم، بعد صوره هنا صوره هنا صوره هنا صوره هنا. طيب يا ثنيان ايش اللي صار لك؟ للاسف بقول لكم تجربتي مع المواد الكيميائيه. كيميائيه؟ الله يستر يا ثنيان ايش سويت؟ اول ما جيت كندا ورحت بحلق، جاء حلاق قال انه هنا يعني عنده شيء يقدر يسويه ويخلي الشعر كذا كدش. وقتها كذا كنت احس ان الكدش كذا موضه، انت تمشي كذا شعرك كذا كدش، الله عليك انت كذا حركات السعيد. قلت خلاص بسويه، وافقت والله اسويه عند حلاق صيني. صراحه ما كنت اعرف كيف بيسويه، لكن ما توقعت انه بيجيب مواد ومدري ايش وبيحط. المهم لما جلست على الكرسي وكل شيء جاب الحده ومدري ايش، جاب شيء زي كذا ويحطه، المهم حط كل هذه انواع المواد الكيميائيه على شعري. ومن بعدها رحت خلاص وصار كذا كدش يوم يومين. ومن بعدها صرت انام اصحى الاقي شعري كله يطيح، اجلس اسوي زي كذا مثلا عندي كتاب ولا شيء اشوف شعري ما شاء الله يسبح. لا والله جد يا جماعه صار شعري كل ما يطيح كل ما يطيح اكثر 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 اكثر. طيب وش الحل شو نسوي يا ثنيان؟ قالوا لي قرع، وقرعت وما في فايده نفس الشيء. قالوا ما عليه، مع الايام بتروح المواد الكيميائيه هذه وبيطلع شعرك من جديد. المواد الكيميائيه ما راحت، شعري هو اللي راح. بحثت بالنت لقيت احد المستشفيات يقولون انه يعالجون ويرجعون الشعر زي ما كان وزي كذا. رحت والله ودفعت مبلغ وقدره عليه على اساس انه بيرجعون الشعر وكل شيء، وجابوا لي اجهزه وما ادري ايش استعملها زي كذا، والله دفعت فلوس كثيره. وجيت بعد 3 شهور ما في اي فرق. قلت لهم طيب ما في فرق الحين؟ قالوا هذه الاشياء تطول، انتظر بعد سنه تطلع لك النتيجه. وجيت استمريت على اللي اعطوني اياه واروح دائما احضر المواعيد وكل شيء. وجيت بعد سنه ونفس الشيء ولا شيء تغير. قالوا بنحولك على اخصائي ثاني. خلاص خسرت فلوس الدنيا، اخصائي مين؟ وانسحبت من عندهم. ومن بعدها والله ما اعرف شو اسوي يا جماعه. اذكر والله اول ما رجعت السعوديه امي تطالع فيني زي كذا، قول ايش صار لك يا ثنيان؟ صار لك
خوي والله خوي من اللخبطه كذا لما شافني ما اعرف ايش يقول، قال لي ما شاء الله رجعت من كندا محلوها. فنصيحتي يعني لكم او اي شخص راح يحط مواد كيميائيه في شعره ولا جرب تجربه زي كذا، يعني لما انصح اخويا يقول خبل انا احط اشياء كيميائيه في شعري، يعني ما يحتاج تنصحني هذا الشيء ابدا مو مسويه. فبس انا حبيت انصحك لا تغلط غلط، انتبه والله انتبه، والله شعري كل ما يطيح كل ما يطيح اكثر كل ما لا. ولا لقينا حل للاسف، هذه مشكلتي مع المواد الكيميائيه للاسف الشديد صراحه. كل ما اقول لشخص السالفه يقول لي انت ايش كنت تفكر فيه لما حطيتها؟ يعني بالعقل تحط مواد كيميائيه لشعرك اثنين؟ معقوله؟ والله حطيتها عاد وصار اللي صار، قاعد تهزيني الحين، زعلت من نفسي والله. المهم نحاول نفطر على السريع ونتوجه على المكتبه نشتري كتب، بعدين نروح الحلاق ان شاء الله. تخيل لو رحت هذا الحلاق اللي هنا تحت وجالس في الحلاق واقول له خفف في بس هنا شويه مدح، لا مو على كيفك اسكت. طيب خلاص اجلس انا جالس. طيب والله الاشخاص اللي بدون نفس يا اخي، هذا بس قلت بحلق زي كذا، لو جلست احلق ايش صار؟ ولا كلمه جيب مقص. خلاص تبغين انا احلق لك؟ ناخذ الجوال المحفظه والمفتاح نتوجه على المكتبه. فين كان هذا الايام هذه؟ وندفع الموقف كالعاده، لكن هذه المره جينا بس عشان نشتري كتب، بعدها نروح الحلاق. وهذه هي المكتبه وندور كتب. طيب يا جماعه حاليا انا في المكتبه وجيت بشتري كتاب، بس اوريكم في المكتبه يبيعون، راح تحصل نوعين من الكتاب، راح تحصل واحد مكتوب عليه يوز يعني مستخدم، وهذا راح تحصل واحد جديد. تقدرون تشوفون الفرق بينهم يعني، هذا اصفر تشوفه زي كذا وحالته حاله، هذا ابيض جديد، والفرق بينهم بالسعر صراحه 20 دولار بس بين المستخدم والجديد. حصلنا اغراض الكلاس الاول باقي الكلاس الثاني. والله الكتب غاليه وعلى حسب كلاسك يعني، يعني في كلاسات 180 دولار، 180 دولار يعني تقريبا يا حبيبي يا حبيبي راح يطلع لك 180 ضرب 3.2 راح يطلع لك تقريبا 558 ريال الكتاب الواحد. والله غالي. شوف حصلت هذا الكتاب عالم السعوديه برا هنا، الله يعين اللي يدرسون كمبيوتر ساينس جافا، اخذت مره كلاس كمبيوتر ساينس والله يا جافا. ندور كتب الكلاس الثاني، للحين ما حصلت كتب الكلاس الثاني لغز مو مكتبه. انا اقول يحطون برنامج في رمضان على قناه ام بي سي كي يدخلون المكتبه عندنا ودور كتب. هلا باقي لك ثلاث دقائق نقولها عدل اول شيء. ما حصلتها والله، بروح اسال الرجال. $260 حق كلاسين بس، كلاسين يا جماعه يعني تقريبا 800 ريال. والله الله يعين اللي يدرسون على حسابهم الخاص، هذا سمستر واحد وماخذ كلاسين وعدمني والله. للاسف الشديد قفل حلاق، كل شيء قفل بدري في المدينه هذه. بندور حلاق ثاني. كويس حصلت حلاق مفتوح، بجي واحلق هنا ان شاء الله. شكله زحمه لكن بشوف اذا يمدي احلق اليوم ولا لازم موعد. والله حسيت اني في امريكا على الحلاق هذا، والله كله خوال وغاني وزي كذا. Wait, how are you? Do I have to have an appointment? No, I'm on the list of friends. قال لي انتظر هنا بيجي احد يساعدك. Thank you. لا هذا يا جماعه All right.
جوج همه. انا اعتذر يا امي، والله ما هذا اللي وريته. من هو يصورني يا شيخ؟ كني عبد الرحمن هذاك حق الانستغرام. والله هذه ثقيله، كيف يلبسونك اليوم؟ Right, big tea. Thank you so much. Bless up, my man. I look different. Best. Thank you. Allah Akbar. Allah Akbar. Thanks. Yeah. إيش أسوي يا جماعة؟ خلاص صار اللي صار. قاعد تلوموني من الجوال. والله يا جماعة إني وريته هذه الصورة. وقاعد يضحك يقول لي من قص شعرك زي كذا، ايش القصه هذه؟ ما شاف قصته والله، انه ولا قلت له عن الخط شيء. انا شكلي رحت حلاق كذا حق خوار، حق امريكان ستايل، ومدري كيف امريكان ستايل ياتون. انا ما شفت المقلب اللي سواه فيني، وانا عارف انه رجال لك عليه. خلاص نمشيها كذا، ما هي مشكله، يوم جديد وقصه جديده. سلك لنفسك بس. شوفوا الفرق والله يا جماعه. هنا الحلاق هذا اللي جنب بيتنا بيقول نفسه حالتها حاله ومدري كيف. شوف الحلاق كيف اللي رحت. والله يا جماعه يمكن ما شفته، لكن لما قفلت الكاميرا وكل شيء يضحكون معاي وينكتون ويسولف راي سوالف. وكيف الناس كذا، الاخلاق تخليك ترجع لها، اخلاقها تفتح النفس. هذه اللي تحت مدري كيف، اعوذ بالله. والله انزلت اوش معاها الحين. اذكر ربك يعني اذكر يا جماعه. من احلى الاشياء اللي اقراها بالكومنتات او حتى تنشروني عليها بتويتر، مثل كذا كذا او كذا او حتى هذا، ان كثير يقول انا اول ما يجيني شعار ان ثنيان نزل فلوق جديد على طول ادخل استانس. طبعا عشان يجيك تنبيه اني نزلت فلوق جديد لازم يكون عندك حساب في اليوتيوب، وسهل طبعا، ما بياخذ منك 5 ثواني. ثنيان معقوله؟ ما بياخذ منك 6 دقائق. تفتح تطبيق اليوتيوب وتسوي لك حساب، صدقني تسويه بسرعه. تكتب اسمك، ايميلك، رقم سري، خلاص انتهينا. اول ما تسوي حساب اشترك بالقناه عندي، يصير كل ما نزلت فلوق يجيك تنبيه ثنيان نزل فلوق، بدل ما تقعد تنتظر او البعض يجي يقول لي ثنيان والله انا قاعد اسوي تحديث ما ادري متى تنزل فلوق، بيطلع لك التنبيه على طول. تون نزل فلوق جديد. تون اسمك ثنيان يا اخي، ثنيان نزل فلوق جديد. او اذا انت شخص تدخل من اللابتوب فتروح هنا عند القناه وتسوي اشتراك، بعد ما تسوي اشتراك يطلع لك هذا الخيار، تضغط عليه يعني يقول ارسل لي تنبيه لهذه القناه، ويصير كل ما نزلت فيديو يجيك تنبيه على طول. اوريكم كيف، اكيد في كثير حاطينه في تويتر. ندخل تويتر، شوف مثلا هذا الشخص حط تنبيه للقناه، هذا الشخص لقيته كاتب الشخص الوحيد اللي يستاهل احط له تنبيهات عشانه. هذا الشخص يقول اتوقع كل المتابعين حاطين هذه، لا تقول متابعين قول اصحاب. ترى حتى لو عندك انستغرام تدخل حساب 216 تضغط هنا، تضغط اخر واحده هذه ترنون، ويصير كل ما نزل صوره يجيك ترن ثنيان نزل صوره. كذا تكون من اول الاشخاص اللي شاف الصوره. وحتى في تويتر تدخل على حساب ثنيان خالد مثلا، نقول ان هذا الحساب، تضغط هنا ترنون نوتيفيكيشن اول واحده، ويصير كل ما نزلت تغريده تجيك على الشاشه. هذا الاشخاص اللي يبغون يشوفون الاشياء اول باول، ويعطيكم والله الف عافيه جميعا. البعض يرسل لي انه مسويها، فشكرا لكم من قلب والله. كذا يكون وصلنا لنهايه الفلوق جميعا، يعطيكم الف عافيه على المشاهده. بدينا في المطبخ وراح ننهي في المطبخ ان شاء الله. بحاول بسرعه وقت اسوي لي شيء كذا خفيف واكله، وبعدها اخلص من الوجبات، وبعدها اعد الفلوق. الله يعين، لكن تستاهلون كل الخير والله يا جماعه. وشكرا على تفاعل الفلوق السابق، شكرا مليون والله. بما اننا في المطبخ، سؤال اليوم يقول ايش افضل مطعم عندك؟ تحفونا تحت بالكومنتات ونشوف ايش افضل مطاعم عندكم. كان معكم ثنيان خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين، والسلام عليكم. والله قصه غريبه يا ثنيان، شكرا الله. شو نسوي؟ تصبحون على خير جميعا. لكن باذن الله راح نستعمله على الكاميرا الجديده اذا شريناها، ما يمنع اذا فتحناها الحين. يا الله ثنيان لازم يفتح الشيء. Yo, this is my man Tua, first time here at Status Barbershop, newsman of the Stat Gang, Chain Gang, Chain. Ha! Chain! Thank you. What?